أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها أنك تقول يا رب لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الضلال إلى الهدى، ومن حال الضعف إلى القوة، إلا بقوة منك يا ربي. ولهذا كثير من الصالحين يجعل له وردا من هذا الذكر في الصباح والمساء فيكرره ما شاء الله أن يكرره. أحد شيوخي رأيت في وقته بركة، فسألت ابنه فقال لي يفتتح يومه بمئات المرات من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله.